الثعلب والعصفور الصغير. استيقظ الثعلب من نومه جائعا، فانطلق في الغابة يبحث عن طعام. رأى أرنبا فانقض عليه، لكنه فر مسرعا. سار كثيرا يبحث عن طعام حتى رأى عصفورا مشغولا بالتقاط الحب فأمسك به. قال العصفور: أنا صغير الحجم، لن أشبعك، لكن إن تركتني سأقدم لك 3 نصائح. فكر الثعلب وقال في نفسه: إن أكلته فلن أشبع. نظر الثعلب إلى العصفور وقال له: هيا طر وإعطني النصيحة الأولى. طار العصفور وقال: لا تندم على ما فات. فقال الثعلب: والثانية؟ فرد العصفور: لا تصدق ما يقال لك وما تسمع. وعندما أحس العصفور بالأمان قال: أما الثالثة لو أنك التهمتني كنت سأشبعك قليلا. هنا علم الثعلب أن العصفور الصغير قد خدعه.